رايحين لغاية فين؟ السوشيال ميديا وانتشارها ليه مميزات كتير جدا، لكن من عيوبها دس أفكار معينة بتغير من مفاهيمنا، من عاداتنا، من تقاليدنا. لا مش بس كده، دلوقتي بقى فيه دين جديد ونسمع عنه لأول مرة، والحقيقة اتصدمنا جدا من خلال تصريحات لقائد الخميسي اللي صرحت عن دين جديد، دين اسم المحبة. تصريحات صادمة جدا أثارت الجدل للقاء. الحقيقة صدمت جمهورها بالتصريحات دي. هنتكلم عن الموضوع ده في الفقرة الأولى. أما فقرتنا التانية هنتكلم عن صاحبة الفستان الأزرق. بعد كل اللي حصل والضجة اللي أثيرت بسببها طلع بترد، والحقيقة عليها كان ناري جدا، وكمان صدم الجمهور، لأن مش متوقع أبدا أن بعد كل اللي حصل ده تطلع وتقول الكلام ده. يا ترى قالت ايه وردنا عليها ايه؟ ده هيكون موضوعنا التاني وفقرتنا التانية في حلقتنا النهاردة. تابعوني بعد الفاصل، وفضلا وليس امرا كل الناس المحترمة تضغط لايك دلوقتي للفيديو، ونبدأ على طول مع بعض الفيديو بعد الفاصل. كده بقالنا فترة بيتم دس بعض الأفكار في المجتمع اللي بتحاول إن هي تغير من مفاهيمه، زي موضوع المساكنة واللي أثير الفترة اللي فاتت. خرج بقى يوري مرقدي وزوجته وبسنت النبراوي وبعض الشخصيات كده اللي اتكلمت عن الموضوع ده، موضوع أساسا محدش ينفع إن هو يتكلم فيه أساسا ولا يثار على السوشيال ميديا أو في بعض القنوات أو في بعض البرامج. وده ببساطة شديدة جدا، لأننا اتربينا على 1+1=2، وببساطة شديدة جدا عارفين الحلال من الحرام، ألف ب في الدين وفي الأخلاق وفي العادات والتقاليد. إن ما ينفعش أي رجل غريب يقيم مع امرأة غريبة عنه في شقة واحدة أيا كانت إيه الظروف أو إيه الملابسات، لأن دي ملهاش غير معنى واحد، المساكنة بتساوي كلمة الزنا. وطلعت دعاء فاروق واتكلمت. المهم خلصنا من موضوع المساكنة، وده مش موضوع حلقتنا النهاردة، دخلنا في موضوع تاني خالص، وده لأن ببساطة شديدة جدا بيحاولوا يغيروا مفاهيمنا عن حياتنا وعن عاداتنا وتقاليدنا وديننا. وده الجديد بقى معانا، تخرج بعض الشخصيات العامة مثلا زي لقاء الخميسي وتتكلم ان ديانتها المحبة. والحقيقة أول مرة نسمع عن دين جديد اسمه المحبة، وبتقولك ان هي اتولدت مسلمة بالوراثة. لقاء الخميسي بتقول أولادها مسلمين وزوجها مسلم ووالدها مسلم، لكن والدتها مسيحية، وبتقول ان هي اتولدت لقت نفسها مسلمة. وبالشكل دوا عايزة توصل لنا أو تحسسنا بحاجة، ان هي مش اختيارها الدين الإسلامي. والحقيقة الدين الإسلامي ده فخر لكل مسلم، ما ينفعش ان هي تخرج وتقول كده. وببساطة شديدة جدا بيحاولوا يهمشوا الأديان دلوقتي. والحقيقة بتقول لك أنا ديني المحبة، ده دين جديد أول مرة نسمع عنه. معروف المحبة دي موجودة في كل الأديان السماوية، سواء الإسلامية، المسيحية، اليهودية، في أي دين. الحقيقة مش عارفة أقول لها إيه، المحبة دي صفة، صفة موجودة في كل الأديان لكنها مش دين. إيه الكلام اللي بقينا نتكلم فيه دلوقتي؟ عايزين ترسخوا إيه في مخ الأطفال الصغيرين؟ كلنا عارفين ان الفنانين بقوا قدوة لناس كتير، مش لقاء الخميسي بس، لقاء الخميسي وناس كتير جدا. في اطفال صغيرين بيطلعوا بيسمعوا الكلام ده من خلال السوشيال ميديا او بعض البرامج، بيحصل لهم غسيل مخ، وده شيء غلط جدا. ما يبقاش احنا في بيوتنا بنبني عادات وتقاليد وقيم معينة وقيم اخلاقية وقيم دينية، وتيجي واحدة فنانة زي لقاء الخميسي او غيرها وتطلع تتكلم عن الدين بالشكل ده. في حياتنا معروف ان 1+1=2، ولما بيتولد الولد او البنت وبيبتدي يفهم ويكبر شوية بنعلمه وبنقول له دينك ايه، سواء مسلم او مسيحي او غيره، وبنعلمه من هنا بقى قيم دينه اللي منها المحبة زي ما بتقول لقاء. وده يخلينا نعرف ان الاديان شيء مهم جدا في حياتنا، وان الانسان في حياته سواء مسلم او مسيحي او غيره ما ينفعش يمشي في حياته غير على منهج الهي، منهج ربنا بعته لنا. فما ينفعش ان احنا نقول انا مسلم بالوراثة او مسيحي بالوراثة. الاديان دي عقيدة، عقيدة وايمان كامل، وما ينفعش حضرتك تخرجي وتقولي حاجة زي دي. الكلام اللي بيتقال دوا ليس له الا معنيين، المعنى الاول هو محاولة غسيل المخ، او ان في حد بيلقن الناس دي تقول ايه او تطلع في البرامج وتتكلم وتعمل ايه علشان تغير مفاهيم المجتمع. الشيء التاني هو محاولة ركوب الترند، والموضوع دوا مش هيخرج عن واحد من الاتنين زي ما بقول لكم. ولكن هنا يجي دورنا كآباء ومسؤولين عن الأطفال، لازم لما نسمع أي تصريحات مثيرة للجدل أو تصريحات خاطئة إن احنا نقعد مع أولادنا ونفهمهم إن دي تصريحات غلط، وإن ده شيء ما يصحش يتقال، لازم نفضل وراهم ونعلمهم الصح والغلط، ونحاول نقاوم الحرب الباردة اللي بتحاول تغير من مفاهيمنا ومن حياتنا وعاداتنا وتقاليدنا وديننا. احنا في حرب كبيرة جدا، الحرب دلوقتي بقت حرب نفسية، حرب نفسية على الأطفال وحرب نفسية على تربيتهم.
خلوا بالكم من الموضوع ده. دلوقتي بقى معانا صاحبة الفستان الأزرق واتكلمنا عنها قبل كده، وقلنا إن هي جايز رقصت في فرح صاحبتها، إن هي مش قصدها وأدت حركات عفوية واتكلمنا بشكل محترم جدا. ولكن هنا بقى خرجت بعد كل الضجة اللي تم إثارتها على السوشيال ميديا وناس كتير جدا قالوا لها إن أنتي غلط، قلنا أكيد إن هي هتطلع وهتقول أنا فعلا ندمانة وإن أنا غلط. لكن الغريب بقى والمثير للجدل إن هي طلعت وبتقول إن هي ما غلطتش، وإن ناس كتير جدا بترقص في الأفراح، وان ده كان فرح عام، وان مش عيب ان هي عملت كده، وتم التأكيد بقى على انها مش متزوجة وان هي مازالت طالبة، وقالت انا ما غلطتش وما عملتش حاجة غلط. وده كان مثير للجدل اكتر، والحقيقة كان صدمة للجمهور. لو بتقولك سايبين فيديوهات خليعة وجايين يمسكوا فيا انا ما غلطتش، وطبعا عارفين كلنا ان دفعت عنها الدكتورة نهاد ابو القمصان، لكن الحقيقة عايزة اقول لها بعد كل اللي حصل وكلمناكي وقدمنا لك النصيحة بشكل محترم، جاية تقولي ما غلطتيش، لا غلطتي وغلطتي وغلطتي. في فرق بين الفرح والتعبير عنه بحد وشكل معتدل واللي انت عملتيه، وده لان انت كنت بترقصي رقص، الحقيقة الرقص ده كان مبتذل جدا وحركات لا تأتي بها غير الراقصات كمان المتمكنات. ما ينفعش ان طالبة تطلع ترقص بالشكل ده. التعبير عن الفرح زي ان انت ترقصي في دايرة مع اصحابك، او تعملي حركة او اتنين، او تسقفي او تزغرتي حتى، يعني بيكون في حدود، ما يبقاش بشكل مبتذل، وناس كتير بتعمل كده، وده مش هيب تعبير بسيط عن الفرح. لكن الرقص الخليع وهز اماكن حساسه من الجسم ما ينفعش ان انا اقول عليها، ده طبعا شيء غلط جدا. في الاول وفي الاخر اسالي نفسك، هل اللي انت عملتيه ده ربنا هيكون راضي عنه؟ لو الاجابه كانت لا، يبقى بالتاكيد انت عملتي شيء غلط، وطبعا عارفين كلنا ان الاجابه اكيد لا، حضرتك عملتي شيء ما يصحش ان هو يتعمل. وطالعه بتتكلمي وبتقولي ان الفرح كان 90% منه ستات، وان 10% الباقيين هم الرجاله، وما كانش في حد غريب، حتى لو كان واحد بس موجود اللي عملتيه برضو غلط. ازاي حضرتك موجودين العريس وقرايبه والطبال واللي كان بيصور وغيره؟ طبعا شيء غلط جدا. والحقيقة تم القبض على المصور، وكان احد اقارب العريس تقريبا والعروسة لان هم قرايب، وتم القبض عليه، ولكن المحامي الخاص بيه قال ان هو هيطلع براءة، وده لانه ببساطة شديدة ما انتهكش خصوصية الاستاذة ياسمين اللي كانت بترقص. هو كان في مكان عام، والرقص ده برضو كان في مكان عام، يعني ما راحش شقتها مثلا صور او صورها خلصة، لا ده كانت بترقص قدام الجميع، يعني في مكان عام ومفيش انتهاك للخصوصية، علشان كده هيطلع براءة من أول جلسة. لكن الحقيقة يا ياسمين انت اللي ما طلعتيش براءة في نظر نفسك، وانت عارفة من جواك ان انت غلطتي، ولا في نظر الناس اللي حواليكي، ولا في نظر اهلك. نظرة الناس لاهلك ايه دلوقتي او لوالدك؟ ده شيء غلط جدا، علشان كده لازم تراجع موقفك كويس. والانسان لما يغلط يقول انا غلط، مش عيب ابدا اننا نغلط، ولكن العيب الاستمرار في الخطأ، وده الشيء اللي عايزة اقوله لكم النهاردة في نهاية الفيديو. لحد هنا النهاردة هنكتفي بالرد البسيط ده على ياسمين، لكن عايزاكم تكتبوا لها ردكم انتوا عليها ايه، واكتبوا لها رد يكون محترم، يعني رد ما فيهوش اساءة ليها نهائيا، علشان لازم نتناقش بهدوء ولازم نعرف الصح من الغلط عن طريق المناقشة. بشكركم جدا جدا لحسن الاستماع، وما تنسوش برضو ان انتوا تردوا على لقاء الخميس ايه رأيكم في تصريحاتها المثيرة للجدل. انتظروني بقى في فيديو اخر من قناتنا ياسمين في اليوتيوب واخبار النجوم. برحب بكل الناس اللي انضمت للقناة، اهلا وسهلا بيكم، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. عاده الله على المسلمين وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.